مشاهدينا أهلا بكم في تايم أوت الرابعة بتوقيت الأردن، نقدمه لكم عبر رؤية الأردنية. والبداية مع الحدث الأهم في المملكة حاليا، حيث تتواصل في قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت فعاليات بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة، والتي يستضيفها الأردن بمشاركة 92 دولة من مختلف القارات، حيث أبدى نجوم اللعبة ارتياحهم الكبير لأمور التنظيم في البطولة، بالإضافة إلى الفائدة الكبيرة المكتسبة من خلال الاحتكاك مع المدارس المختلفة والاحتكاك بأبطال اللعبة في عالم المبارزة. هي كانت مشاركة حلوة وتجربة حلوة إنه أول مرة بنشارك فيها، بس إنه لعبنا أول جيم ومع خسرت، فبس طلعنا ما شاء الله من معنوية عالية عشان نقدر نكمل للجونيور اللي رح نلعبه إن شاء الله بكرة. بس بتمنى إنه كمان إنه نلقى الدعم من جميع أفراد الاتحاد. أنا لسه واصل امبارح وكان عندي لعبة النهاردة، وبطولة اتفاجئت بصراحة بالتنظيم، تنظيم البطولة حلو قوي، الصالات كتيرة وكبيرة ونظيفة جدا تنظيم البطولة. ينتظر عشاق المارد الأخضر أن يقولوا مبروك لقب الدوري لفريقهم الوحدات رسميا في حال فوزه أو تعادله في مباراته الفاصلة مع فريق الرمثة ضمن الأسبوع 19 لدوري المناصير لكرة القدم، وستجري المباراة عند 8 مساء غد الاثنين على استاد الملك عبد الله في القويسمي، وسيدير اللقاء محمد أبو لوم، أحمد مؤنس، أيمن عبيدات ومحمد العبادي. وبعيدا عن حسابات القمة، تتواصل الجولة بأربعة لقاءات أخرى، حيث يلتقي غدا الحسين والجزيرة وكفر سوم والفيصلي، بينما يلتقي يوم الثلاثاء شباب الأردن والبقعة والمنشية والعربي. ونتواصل في الأخبار المحلية، حيث يخطي فريق التطبيقية حامل اللقب بخطوات ثابتة للانفراد بصدارة الدوري الممتاز لكرة السلة، عندما يشمل إلى إربد للقاء الذي يجمعه مع الجليل عند 6 من مساء اليوم في صالة الحسن. وكان فريق الأرثوذكسي قد حقق فوزا كبيرا على حساب الوحدات ليشارك التطبيقية بالصدارة. التطبيقية الذي يملك 16 نقطة من 8 انتصارات متتالية، 7 منها في مرحلة الذهاب، قبل أن يضيف فوزا في انطلاق مرحلة الإياب على حساب كفر يوبا. ويسعى الأرينا بدوره إلى استعادة توازنه عندما يلتقي الكلية عند 6 مساء في صالة الأمير حسن بمدينة في صالة الأمير حمزة عفوا في مدينة الحسين للشباب، وهو يملك 13 نقطة وسيتمسك بفرصته باحتلال المركز الثاني مع ختام مرحلة الإياب الذي يمنح المنافسة على لقب البطولة في الدور الثاني من خلال مواجهة المتصدر. في دوري المحلقين عاليا دوري كرة الطائرة، عاد فريق العودة بفوز مهم على فريق الشعلة وبثلاثة أشواط للشوط في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات صراع البقاء لتحديد المراكز من 7 إلى 12. بهذا الفوز يرفع العودة رصيده إلى 10 نقاط وتبقى له مباراة مع عيرة، فوزه فيها يجعله يتساوى مع عيرة وكفر عوان، الأمر الذي يحتم اللجوء إلى نسبة نقاط الأشواط لتحديد الفريق الذي سيرافق الشعلة والطفيلة والطوال في مشواره العودة إلى درجة الأولى. ويستضيف فريق الوحدات وصيف بطل الدوري الآن تحديدا بقاعة الأمير فيصل نظيره وادي موسى ضمن مباريات مجموعة تحديد المراكز من الأول ولغاية 6 في الدوري الممتاز. يستهل المنتخب الوطني مشواره في تصفيات غرب آسيا للناشئين بكرة الطاولة بملاقاة نظيره الإماراتي اليوم بقاعة يوسف الكرمي في مدينة الحسين للشباب، ويلتقي نظيره العراقي مساء اليوم أيضا. وتشارك في تصفيات الناشئين 8 دول، هي إلى جانب الأردن البحرين والكويت وقطر والإمارات والسعودية والعراق، فيما تشارك في تصفيات الناشئات 3 دول هي الأردن العراق وقطر. وتجري التصفيات التي تستمر 4 أيام بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل الأول والثاني في كل من تصفيات فرق الناشئين والناشئات إلى النهائيات التي تقام في الهند خلال تموز القادم.
إلى هنا الأخبار في تايم أوت، ابقوا في المتابعة وابقوا على تواصل معنا عبر موقع رؤيا الإلكتروني رؤيا دوت تي في وصفحة رؤيا الرياضية على موقع الفيسبوك، كما بإمكانكم مراسلتنا على الإيميل الرياضي sports@rؤيا.tv. طاب مساؤكم وإلى اللقاء.